الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب فضل صلاة الجماعة. وهذا الباب باب عظيم، بيّن فيه المصنف رحمه الله تعالى فضل صلاة الجماعة. وبيان فضل صلاة الجماعة هو ترغيب في أداء هذه الصلاة جماعة مع المسلمين، ولم يتعرض رحمه الله تعالى إلى بيان الحكم، فحكم صلاة الجماعة واجبة، حكم صلاة الجماعة واجبة. قد أشار إليها رحمه الله تعالى في حديث الرجل الأعمى، فصلاة الجماعة حكمها الوجوب. ونقول هذا لكثرة التفريط في صلاة الجماعة من كثير من المسلمين. صلاة الجماعة الأدلة عليها كثيرة في وجوبها، من القرآن ومن السنة، من أثار الصحابة والسلف. قوله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وهنا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن يكون الركوع مع الراكعين، والركوع مع الراكعين يكون جماعة لأنه بالجمع، والجماعة لا تكون إلا في المساجد. ولم يقل سبحانه وتعالى: اركعوا مع الراكعات في البيوت، بل اركعوا مع الراكعين في المساجد مع المسلمين. والأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الحديث، وهناك أيضا حديث أخر وأثار غير ما ذكر رحمه الله تبين فضل صلاة الجماعة وأيضا حكم صلاة الجماعة. والمسلم أعظم ما يعتني به هذه الصلاة، هي رأس مالك، صلاحها صلاح الأعمال وفسادها فساد الأعمال. فلا يبحث المسلم عن الرخص في التخلف عن صلاة الجماعة، يبحثون في أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء حتى يجده رخصة فلا يصلي في المسجد. وهذه الرخص التي يبحث عنها الناس اليوم لا تغني ولا تسمن من جوع. فلم ينفع ابن مكتوم رحمه رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل أعمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أول الأمر في ترك صلاة الجماعة. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه لا رخصة له، فكيف بمن يبحث عن رخص العلماء وما أخطأوا فيه فيجعلها ديدنا له للتخلف عن العبادات والطاعات. فالمسلم مأمور بأن يسمع ويطيع لله ولرسوله، وكلام أهل العلم يستدل له ولا يستدل به، فما وافق الحق يقبل، وما خالف الحق فإنه لا يؤخذ به ويبقى العالم على قدره. فإذا جاء قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم عليه أن يسمع ويطيع، يقول آمنا وسلمنا سمعنا وطعنا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلافة سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. يأمرك الرسول بأن تصلي في المسجد وتقول قال العالم الفلاني، هذا العالم الفلاني قد يكون معذورا في اجتهاده وله أجر الاجتهاد، لكن أنت ما هو عذرك عند الله؟ بينت الأدلة واتضحت الأمور وبان الحق، فماذا تقول لرب العالمين عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ونقول هذا لأن كثير من الناس اليوم يفرط في صلاة الجماعة على أدنى الأعذار وأدنى الأمور، يتخلف عن صلاة الجماعة. وقد تكلمنا سابقاً عما يفرط فيه اليوم كثير من الناس، خاصة في الاستراحات، في المزارع، في الطلعات، يكون المسجد قريباً منهم ولا يصلون في المسجد، يقول نحن جماعة ويصلون في أماكنهم. قد ذكرنا هذا، أن الذي يصلي في المزرعة والاستراحة والكشتة إذا كان قريباً من المساجد كالذي يصلي في بيته، لا فرق أبداً، ولا تحسب له
جماعة ولا أجر الجماعة أبدا، لأن أجر الجماعة المقصودة في الآيات وفي الحديث هي جماعة المسجد. وإلا لماذا بنيت المساجد؟ لماذا بنيت المساجد إذا كانت صلاة الجماعة تكفي في البيوت وفي الاستراحات وفي المزارع؟ إذن صلاة الجماعة المراد بها في الأدلة الشرعية هي الصلاة التي تكون في المسجد، الصلاة التي تكون في المسجد. بل إن بعض العلم يقول إن صلاة الجماعة المرادة هي الجماعة الأولى، هي الجماعة الأولى، والجماعة الثانية لا تدخل في فضيلة. ولا شك أن هذا قول قوي وله أدلة، لأن المراد أن تصلي جماعة مع المسلمين في المسجد، الجماعة الأولى. هذا الذي يصلي جماعة ثانية قد يكون له أجر الجماعة إذا اجتهد، ولكن فاتته الجماعة الأولى لعذر يكتب الله له الأجر. لكن من كان مفرطا نقول فاتته الجماعة في الأصل، لأن الجماعة المرادة هي الجماعة الأولى، الجماعة الأولى في المسجد. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة، ترغيبا في هذه الفضيلة العظيمة وهذه العبادة الجليلة. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني صلاة الفرد، ب27 درجة. متفق عليه. وهذه فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة لصلاة الجماعة أنها تفرق عن صلاة الفرد ب27 درجة، والدرجات عند الله عظيمة لا نستطيع تحديدها بعقولنا، فما عند الله خير وأعظم. وهنا في قوله أفضل من صلاة الفذ فيه دليل على صحة صلاة الفذ، الصحة وليس الجواز، يعني الصلاة تكون صحيحة مع الإثم لتفريط في صلاة الجماعة. إن هناك من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية ورواية عن الإمام أحمد يشترطون في صحة الصلاة صلاة الجماعة، وإذا ما صلى جماعة لم تصح صلاته. ولكن الصواب في هذه المسألة أن صلاته تصح لكن مع الإثم، لأنه ترك واجبا وهو صلاة الجماعة. قال هنا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. انظر، ليست المسألة خاصة بالبيت، قال وفي سوقه، يعني هذا يشمل الأسواق، يشمل المزارع، يشمل السراحات، كلها ينقص الأجر. قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ثم ذكر العلة، قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. انظر، هذه الفضائل العظيمة كلها لا تكون إلا في المسجد، ما تكون لا في البيوت ولا الاستراحات ولا الأسواق. إذا خطأ خطوة وقد خرج متوضئا من أجل الصلاة، كل خطوة تحط عن خطيئة وترفع له درجة، والملائكة تدعو له اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم، ولا زال في صلاة ما انتظر الصلاة. فضائل عظيمة لا تكون إلا لمن جاء إلى المسجد يصلي في المسجد لم يخرجه إلا الصلاة. ثم قال: وعنه أي عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. انظر هذا الرجل، وانظر إلى حالك، وانظر إلى أعذاره، وانظر إلى أعذارك، ثم انظر هل أنت معذور أو لست معذورا. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى لا يرى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. هذا العذر الثاني، الأول أعمى، الثاني ليس له قائد يقوده إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، يعني هذا الرجل سأل الرسول أن يرخص له أن يصلي في البيت. قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، يعني صلى الله عليه وسلم رخص له رأفة بحاله ولأعذاره. فلما ولى هذا الرجل يعني الأعمى، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. في رواية أخرى قال: لا أجد لك رخصة. انظر، في أول الأمر رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي. انظر عظيم فضل صلاة الجماعة ووجوبها، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أجل أن يرجع عن رخصته. فلما ولى دعا قال تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. حديث آخر قال لا أجد لك رخصة. في رواية قال وطريقه فيه شوك وهوام ودواب. أعذار كثيرة لهذا الرجل الأعمى ولم يعذر. أنت ما هو عذرك؟ بصحة، في عافية، طرق معبدة، تسمع النداء، ما هو عذرك؟ ليس لك عذر. وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. قال وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. رجل أعمى ابن مكتوم قال إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول للرسول إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، يريد أن يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهيا على. رواه أبو داود بإسناد حسن، يعني تعال إلى الصلاة. ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، معه رجل أعمى والمدينة كثيرة الهوام والسباع وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ومع ذلك قال له تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، تسمع النداء بالصلاة، فأمره بإجابة النداء. فانظر في حال هذا الرجل الأعمى وانظر إلى حالك، ولتعرف أنك لست معذورا في تركك صلاة الجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وهذا الحديث ونختم به هذه الجلسة ونكمل بقية الحديث في الجلسة القادمة، هذا حديث عظيم وهو من أصرح الحديث في وجوب صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فيقدم أحدا من الناس يصلي بالناس صلاة الجماعة، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أناس معه ومعهم حزم من حطب، فيحرق على هؤلاء الذين لا يحضرون صلاة الجماعة، يحرق عليهم بيوتهم عقوبة لهم لتركهم صلاة الجماعة. وجاء في الرواية الأخرى وإن كان فيها ضعف لكن معناه صحيح، لولا ما في البيوت من الرجال والذرية، من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فكيف يأتي أحد ويقول صلاة الجماعة غير واجبة؟ الرسول أراد أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، يحرق عليهم بيوتهم على أمر مستحب، يحرق بيوتهم على أمر مباح، هذا لا يكون أبدا. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم البيوت لأنهم تركوا واجبا، بل تركوا واجبا عظيما، وإلا لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الهم العظيم. فلذلك على المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة وأن لا يتركها إلا لعذر لا يستطيع أن يعني أن يتعدى هذا العذر. أما إذا كان معذورا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل تكتب له الأجور بسبب عذره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التحيات الأخيرة إذا في جماعة بتجي انتظرها. انتهت الجماعة، تحيات انتهت الجماعة، من أدرك ركعة أدرك الجماعة. لا الجمع في المساجد.